بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة الحقيقة قبل ما نتكلم عن مباراة النادي الأهلي ونادي الهلال السوداني، النهاردة طبعا تحل الذكرى التامنة لشهدائنا، شهداء النادي الأهلي في حادثة بورسعيد. زي ما الكل يعلم، هؤلاء الشهداء سيظلوا دائما أحياء في قلوبنا، هؤلاء الشهداء سيظلوا دائما مصدر إلهام للجميع الحقيقة، ولجميع الفرق الرياضية في النادي الأهلي سيظلوا دائما موجودين في قلوبنا وسيظلوا أحياء عند ربهم. أتمنى لهم يا رب كل المغفرة وكل الرحمة. 8 سنوات عدوا سريعا جدا، ولكن سيظلوا دائما شهداء النادي الأهلي في قلوبنا. خلينا بقى ننتقل إلى مباراة النادي الأهلي ونادي الهلال.